القادر مثلا كسر الدنيا، رجع الاهلي ما اشتغلش. احمد عبد القادر الاهلي والزمالك مواصفات خاصه بالظبط. عشان كده انت ما كنت بتكلم هشام على قفشه. هو مش قفشه، مش دوره تم تقليصه. هو في لاعب ابتدى يبرز اللي هو احمد عبد القادر. فالمنافسه دلوقتي على المكان ده هتكون بين عبد القادر وبين قفشه، فواحد فيهم اللي هيلعب، الاثنين مش هيلعبوا مع بعض. ده دي ممكن دي يلعبوا بس عشان طريقه اللعب مختلفه. انا مش ممكن ممكن في ماتشات يلعبوا لكن انا قصدي دايما هو المقارنات دلوقتي بين عبد القادر هو اللي يلعب في ال11 ولا قفشه. فممكن النهارده عبد القادر يلعب، ممكن بكره قفشه يلعب، ممكن قفشه يقعد، ممكن عبد القادر يقعد، على حسب القدرات. عبد القادر نور في كاس عالم للانديه، فما جه لعب. وانا مختلف شويه على فكره ان الاهلي في ماتش الهلال السوداني ده فرق كبير قوي 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 بين كاس عالم الانديه وملاعب كاس عالم للانديه، الملعب اللي بتلعب عليه وبالليل والاجواء، وماتش واحد لازم تكسب لا تخسر، دوافع اللعيبه، التقليل منهم قبل المباراه، انتوا بتقللوا مننا، انتوا هتكسبونا 2-3، طب احنا هنعرفكم بقى. ونزل الاهلي لعيبته مركزه عكس الهلال اللي هو نازل انا كده كده كسبان وانا كده كده عندي لعيبه اجانب، ست لعيبه مش عارف ب 50 مليون دولار وحاجات كده. فالاحساس ده خلى لعيبه الاهلي لا احنا مش قليلين. طب ما ده غلط، ده انت لازم تحط نفسك دايما انت بالزبط. انت دايما حته أيوة. انها مش قليل أيوة. تبقى حاضره معاك في كل طبعًا. لا لا اما تيجي تلعب معلش، ما انت البطولة افريقيا دي انت بتلعب اول ماتش وانت عارف ان المريخ هتلعب الماتشين على ارضك تمام، وان سان داونز ما بيبقاش سان داونز، انت المجموعه دي معلش الاهلي كذا وصلت الكره ده كده خالد خالد كرة. لا لا انا بكلمك على الدوافع. الدوافع لا انت لسه جددها لنفسك طبعا. انت بتلعب بص خالد الاهلي والزمالك يعني انا ماشي انت على فكره يعني انت عايز تقول لي على فكره انت صح، بس انا حافظ اقول لك حاجه، انت عايز تلعب في الاهلي والزمالك هو ده المانيوال يا سيف، هو المنيو هو كده سيف. الاهلي كذا مره طلع تاني مجموعته في افريقيا وخد البطوله، ما انا فاهم، وطلع يعني المجموعه الهدف منها هو الصعود يا خالد. خالد يعني انا مثلا اتغلبت من سيمبا التنزاني والله انت بتتكلم صح، لكن رجعت كسبت وخدت البطوله. انت بتتكلم صح بس هو غلط. غلط يعني ايه؟ انا النهارده لازم ااهل نفسي، انا ما فيش حاجه اسمها كسبت الماتش قبل الملعب، مفيش حاجه اسمها فرقه ضعيفه، مختلف معاك، مفيش حاجه اسمها مختلف معاك في الكوره. لا في الكوره كده يعني هو الزمالك خرج ولا لسه ليه؟ لا في الكوره كده هقول لك حاجه، الزمالك راح كسب مولوديه الجزائر هناك ليه؟ دوافع، ما عنديش فرصه لازم اكسب. فالدوافع دايما عند اما يجي زمالك يعني بيلعب الاهلي يعني او الاهلي بيلعب الزمالك يعني غير ما الزمالك بيلعب المقاولين يعني او الزمالك او الاهلي يعني بيلعب يعني انا خالد دقيقه واحده بس خالد. يعني انا راح العب سجراده وراح للوداد فاهم قصدي، اتعادل هنا واروح بدوافع للوداد ممكن اكسب الوداد ان شاء الله يكسب الزمالك ممكن. انا مش بتكلم في كده انا بتكلم ما انا عندي سهل ده احضر نفسي. مهما انا مقتنع بكلامك بس انت ما هو ده منتاليتي اللاعب لازم يتغير. لا انا بكلمك كلاعب كوره، المنتاليتي ده لازم يتغير. اللاعب الكوره اللي نازل يلعب قدام الهلال السعودي او بالميراس غير لاعب الكوره اللي بيلعب في دوري المجموعات. والله بتتكلم صح بس غلط. موافقك بس مهما تقول ممكن اقول انا حاجه يعني بص يا كابتن، ممكن الظروف تبقى ايه، ممكن مدير فني النهارده يغلط في تشكيل فكمان يورطك ان انت مثلا التشكيل اللي انت كنت متوقع ان هو هيبدا بدا بحد تاني، فتلاقي اللعيبه نفسها بيجي لها شويه. بص يا هشام انا حتى دي هشام مقتنع بيها ماشي، المدير الفني ماشي، بس انا لازم كلاعب عندي دوافع. هي دي انا بكلمك، انت فاهم قصدي، انا لازم النهارده لقيت الفريق صحيح. في فرق مستوى بيني وبينه، انا في الملعب النهارده لازم يكون عندي دوافع. انا هكملك كان المدير الفني ممكن اكمل في دي. ماتش الهلال السوداني لما الاهلي قلت لك انت لازم الشوط الثاني تاخد ريسك، ليه تاخد ريسك؟ هو مثلا الاهلي ما شافش علي معلول اللي يتقدم ولا محمد هاني كتير، طب ليه؟ هتقول لي واخد تعليمات من مدرب فني، طب ما الفرقه اللي قدامي مش بتهاجمني اصلا، والفرقه اللي قدامي ما عندهاش شراسه هجوميه خالص، الهلال ما جالهاش فرصه. طب انا النهارده لو انا لقيت علي معلول بيطلع وبيعمل شغله، انا كمدير فني اقول له لا ما تطلعش، خليك ورا اصل انا قايل لك. بص كلام خالد صح، بس اللي انت بتقوله مليون في المية صح. انا النهارده اروح للهلال السوداني مع كل احترامي طبعا احترامي للفرق وسجرادة، انا النهارده اتعادل معاهم واروح لسان داونز واروح للوداد، ابقى عندي دافع المكسب، محضر نفسي للدافع من بدري واريح نفسي طبعا يا خالد. موافقك بس هي الظروف اللقاءات ودوافع اللعيبه. انا قلت الظروف، انت ما تقدرش على فكره دايما يقول لك ماتشات الزمالك والاهلي المدرب ما بيكلمش اللعيبه ما يقولهمش موت نفسك ما اعرفش، لا هو كده كده لازم موت نفسه لكن ما كان يجي يلعب مثلا مع فرقه في الدرجه في كاس مصر مثلا في الدرجه الاولى به فيقول له ركز. ما هو ده اللي انا العب، ده اللي انا بص ده اللي انا مجنني، ما تقللش من الفرقه، ده اللي انا مجنني، انا اللي مجنني. انت لعيب زي ما انت قلت كده في زمن الاحتراف بتاخد 10 جنيه، انت جاهز وحاضر
وعوامل كتير جدا هكلمك عليها. بس الهلال السوداني فرقه كبيره، الهلال السوداني فرقه كبيره عشان بس ما الناس، الهلال السوداني فرقه كبيره بس احنا بناخد من منطلق ايه؟ بطوله العرب وكاس الامم ان المنتخب السوداني ما قدمش مباراه كبيره. الهلال السوداني اكيد فريق كبير نكن له كل احترام، سجرادة حتى لو مستواه والمريخ نكن له كل احترام، كلها فرق كبيره، كلها احنا بنتكلم فني والافضليه لمين؟ انت بتلعب الاهلي بطل افريقيا، بتلعب الزمالك واصل نهائي افريقيا السنه اللي قبل اللي فاتت، يعني فرق بس مجموعات يا كابتن سيف بتلعب مجموعات تجميع نقط غير مباراه تتغلب تبقى ثالث او رابع، مجموعات بتلعب مجموعات في الاخر هبقى الاول. لكن في ماتش الهلال السعودي لا اخسر لا اكسب، فده الدوافع بتفرق.